مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية وهنكمل مع بعض فقرتنا التانية النهاردة في ساعة مع حواء. وزي ما كنت بقول يمكن في مقولة شهيرة جدا دايما بنسمعها في رمضان وللأسف في وقت الصيام، انت صايم يعني لازم تكون عصبي، كل ما حد يتعصب يقول لك اللهم اني صايم ويكمل عصبية، والناس كلها ماشية تتخانق والناس كلها بتجري ورا بعض قبل الفطار. نحاول على قد ما نقدر نتحكم في غضبنا، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نتحكم في عصبيتنا، لان الغضب والعصبية هو شعور طبيعي بس لو زاد عن حده ممكن يتحول لفعل هدام هيأذينا وهيأذي الأشخاص اللي احنا بنتعامل معاها وهيعمل مشاكل كبيرة قوي ممكن نندم عليها بعد كده. علشان كده كان مهم يكون معانا النهاردة مدربة التنمية والمهارات البشرية رغدة السعيد علشان تكلمنا عن التحكم في الغضب. مساء الخير يا رغدة، أهلا بيكي وكل سنة طيبة. طيبة. زي ما كنت بقول ناس كتير قوي بتتعصب بحجة الصيام، تردي عليهم وتقولي ايه؟ أرد أقول إن الصيام ده أساساً اتعمل، يعني إحنا مثلاً نيجي نعمل تدريبات التحكم في الغضب والتأمل بنقول لهم صوموا قبلها بساعتين ثلاثة، أو يستحسن لو هتيجوا الصبح الكورس تيجوا صايمين. معنى كده إن الصيام أساساً بيساعد على ريلاكسيشن والتحكم في الغضب. وما الحالة العصبية اللي بتحصل دي بتبقى إيه؟ بصي لما أنت تبقي نفسك عطشانة قوي وعايزه تشربي ومش عارفه اشرب ومش عارفه تشربي، هتطلعي همك في حاجه تانية. هي الغضب بيبقى عامل زي البخار المضغوط، هيطلع فايذر هيطلع جوه جسمك يضرك نفسيا وجسمانيا والقولون العصبي والحاجات الضغط والكلام ده كله، او هتطلعيه في حاجه تانية. يعني هي طاقه جوه الجسم لازم تطلع. يعني هتطلع تمام. ففي ناس بقى بيطلعوه مثلا لما انا مثلا سي انا بتكلم في التليفون وجالي خبر ضايقني جدا، لو انا قاعده هقوم اقف، لو انا واقفه هقعد، لو انا ممكن نايمه هروح مغيره وضعي. دي برضو من يعني يمكن حاجه فيزيكال بتتعمل عشان تغير محور الطاقه نفسها. اوكي. عارفه لما تخبطي ايديكي في حاجه شلته، دي من ضمن الحاجات اللي بتخرج الغضب والعصبيه فيكي. لا بس اهم حاجه تبقى حاجه مش هتضرك او هتضر بجسمك، بالعكس انت ماسكه كوشن او مخده او كده وعماله تخبطي فيها وتتنرفزي تطلع كل العصبيه فيها. بالظبط، تطلعي كبتك فيها. ممكن في ناس بتعملها في الغنى، بتسبح ربنا، تسمع موسيقى. لازم تشتتي تفكيرك في الغضب ده عشان ما تطلعيهوش يبقى دايركتد كده، هنشتته هنقسمه. الزوج والزوجه ومشاكل كتير قوي بتحصل قبل الفطار، يجي من الشغل طبعا جعان وصايم ومش عارف يعمل ايه، وهي بتحضر الفطار لاي سبب هايف جدا ممكن تحصل خناقه، البيت يبقى حريقه وقت الفطار. تتصرف ازاي في موقف زي ده وازاي تمتص غضب البني ادم اللي قدامها؟ دور الزوجه هنا كبير جدا. دور الزوجه ان هي تصبر، او ان هي بقى ايه يعني في تدريب مثلا بنعمله. انا دلوقتي مثلا كان فيها عيب جامد جدا ودربت نفسي عليه. انا راكبه جنب جوزي العربيه، ده انت كرغده. ودربت نفسي عليه فعلا. أوكي. وجوزي الحمد لله اشاد بنجاح الفكره. طب التجربة. الحمد لله. انا مشكلتي ان انا سواقه جوزي يعني سريعه شويه وعصبيه شويتين. فانا ببقى حاسب خلي بالك. فبقيت اعمل ايه؟ اول ما الاقي نفسي هقول كده اقعد اعد لغايه 10 وامسك نفسي وما ابصش واركز الطاقه بتاعتي انها ما تقولش الكلمه دي. فبين كل حاسب 10 مرات بقولها مرة وبحاول ما اقولهاش خالص. فبالتدريج موضوع السواقة ده بدأ يتظبط، ان انا ايه هو نفسه لاحظ قال لي كده ما بقتيش تعصبيني، لان دي بتعصب جدا مستفزة قوي. فهي عارفة ان رمضان هيحصل مشاكل وهتيجي. اولا يقولك ما تروحيش تشتري بقالة او حاجة من السوبر ماركت وانت جعانة، لانك هتشتري اكتر من الحاجة اللي هتشتريها وانت مش جعانة 30 أو 40%. صح مظبوط. دلوقتي انت داخل جعان البيت وراجع من الشغل هلكان ونفسك في حاجة حلوة، نفسك في عصير، نفسك في حاجة. اول حاجه هتطلبها من حضرتك ايه ده انت عامله الاكل ده بس؟ لا اعملي شوربه، اعملي عصير، اعملي مش عارفه ايه. صح. ده نتيجه الرغبه ان هو جعان وعايز ياكل وفي الاخر ما بياكلش الكلام ده كله. أيوة. فهي تاخده على قد عقله. حاضر اعمل لك واعمل لك كذا كذا، وهي اللي تفرض بكره اعمله بكره. هتقول له كده، هتقول له ده انا ما لحقتش اعمله قبل الفطار، وهو قبل الفطار هيشرب العصير وهيشبع اساسا. صح، عصير وشوربه وخلاص. على قد عقله تمتص غضبه ان هي ايه، طب اوكي حاضر، طب اوكي خديها على قد عقله، وخلي كل مناقشاتك بعد الفطار. لان هي خلاص، هي دي يمكن نسبه الخناقات في رمضان بتبقى عاليه جدا من ازواج، واللي هو ايه انا هبعد عنه احسن ده صايم. يا جماعه والله الصيام ملوش اي دعوه. ما انا عايزه اعرف ايه الموضوع، يعني ما بيشربش سجاير وما بيشربش قهوه ما بيشربش شاي، الحاجات دي كلها اي جوع اي متعه بيبقى يعني مستغني عنها او ممنوع منها بتطلع. يعني لسه سالت الدكتور هشام في موضوع القهوه والسجاير. الناس عندنا كلها معترضه على ايه خديه على قد عقله، مع ان هو ده الحق، يعني الحل المظبوط على فكره. عشان تاخده على قد عقله لازم توصل.